طلع عيد الصانع لك زين، عيد الصانع لك جاء في كلام العمران عيد الصانع تنجوزوا هنا داخل الخيمة لمعدات ديال تبرد الدم، يشرفوا لها الأطباء ديال مركز تنقل الدم بمستشفى دار المريض الكلينيك، لكن عندها من السيدة كتبرد الدم حتى الآن عملية تبرد، إن شاء الله نعطي الكلمة ديالها. ايش الكلمة لا؟ على سلامتك. اش دايرة دابا؟ جوج بيبي بس. كيفاش كتحسي بعد ما تبرعتي بالدم الآن؟ الحمد لله، أشكر الله كيسلمك. وحدة أخرى محتاجة لي أنا. واش أول مرة ولا سبق كنت تبرعت؟ لا دائما. ها؟ دائما الحمد لله. دائما كت. اللهم لك الحمد. مشينا وشي رسالة توجه الناس اللي كيخافوا من التبرع؟ والله ما عندي سبحان الله تعالى الانسان ما يخافش، علاش غتعتبروا ارواح واحدة اخرى محتاجة للدم؟ كاين بزاف الناس محتاجين للدم اكثر من احنا الحمد لله، علاش ما عندهم لا شي يخافوا؟ اجر الله في سبيل الله، الدم يتعوض الانسان ما عنده باش يصدق الدم ديالو، الله يهدي ما هادشي اللي قال. امين. شكرا كانت كلمة أحد المتبرعات متبرعات بالدم ومشيعة أول مرة ديما كتبرع بالدم، كتنصح جميع النساء والرجال باش تبرعوا بالدم وكيخافوا. نشوفوا العملية جارية ديال تبرع بالدم ديال الشباب. كتبرع بالدم كتبرع حاليا الاستشارة الطبية، بعد ذلك بدأت الاستمارة، بعد المرحلة الثالثة هي تبرع بالدم، العملية تبرع بالدم اللي كيشرفوا عليها اختصاصيين ديال الصحة. I'm going to go to the hospital.